اهلا بكم في ساعتنا الثانيه من برنامج صباح الشروق، وسعداء جدا ان ينضم لنا في الساعه الثانيه داخل الاستوديو الاستاذ امام محمد امام، كاتب صحفي ومحلل سياسي واستاذ الاعلام بجامعه العلوم الطبيه والتكنولوجيا. اهلا ومرحبا بك استاذ امام. سلام من الله عليكما وجمعه طيبه مباركه عليكما وعلى مشاهديكما داخل السودان وخارجه. اعتدنا عليك بالفول سود او الجانب الجلابيه، لكن اليوم كاجوال كاجوال الجمعه قلنا كذا نحدث قدر شكلك معزوم فطور باين نحدث التغيير. فمعظم الاخبار هي تحمل ايضا قدر من التغيير الكبير باستهلال هذا الخبر عبر شبكه اشروق نت. حمدوك يحفي مدير عام البنك الزراعي. اصدر رئيس مجلس الوزراء دكتور عبد الله حمدوك قرارا يوم الخميس باعفاء صلاح حسن احمد من وظيفة مدير عام البنك الزراعي السوداني، وذلك بناء على توصية وزير المالية والتخطيط الاقتصادي. وجه القرار بحسب وكالة السودان للأنباء سون وزارتي المالية والتخطيط الاقتصادي والعمل والتنمية الاجتماعية والبنك الزراعي السوداني والجهات المعنية الأخرى باتخاذ إجراءات تنفيذ هذا القرار. أستاذ إمام، يعني قرار إعفاء مدير عام البنك الزراعي ليس الغريب الإعفاء في حد ذاته، لأن أي نظام سلطة جديد يحرص أيما حرص على أن يكون الفريق متكامل ومتناقم ومتناسق، هذا لا 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 ريب في ذلك. لكن الذي ينبغي أن يثار في مثل هذه الإعفاءات والإقالات هو ما البديل. يعني نعم، الآن ليس الخبر إعفاء صلاح محمد الحسن مدير بنك البنك الزراعي، لكن المفترض يكون الخبر من هو القادم الجديد وما هي الخلفيات المتعلقة بالجانب الزراعي، حتى يتسنى لنا معرفة مسارات السياسات والموجهات العامة للبنك الزراعي في إطار التوجه نحو دعم القطاع الزراعي. على كل، قدم مدير البنك الزراعي في الفترة الماضية جهدا مقدرا، إلا أن وزير المالية رأى أنه من الضروري أن يعفى ويؤتى بشخص يستطيع أن يتناقم معه ويستطيع أن يعمل معا على إنفاذ السياسات التي ينبغي أن يرعاها البنك الزراعي تجاه الزراعة والمزارعين. أستاذ إمام، على ذكر البنك الزراعي وتوفير مدخلات الإنتاج بالنسبة للمنتجين والمزارعين في شتى مناطق السودان، يعني ما المطلوب عندما يعين مدير جديد البنك الزراعي، خاصة ما حدث من قبل، يعني من قبل البنك الزراعي، يعني عدم توفير المدخلات في الوقت الكافي ونتفاجأ بالموسم وكذا وكذا. نعم. ما المطلوب؟ هذه إحدى إشكالات البنك الزراعي في الفترة الماضية، يحدث قدر من التأخير والتباطؤ في بعض المواقع الزراعية، مما يعني بلا أدنى ريب التأثير السلبي على الموسم الزراعي سواء كان صيفيا أو شتويا. المطلوب الآن، يعني من أهم مطلوبات المرحلة المقبلة، أن تكون السياسات الجديدة تجاه البنك الزراعي دعم المنتج الزراعي من خلال دعم الزراعة والمزارعين، من حيث توفير مدخلات الإنتاج الزراعية والعمل على دعم هؤلاء المزارعين وحظهم على أن تكون مزارعهم هذا أكثر إنتاجا. يعني كنت في الويكند، في عطلة الأسبوع الماضية، في زيارة إلى بربر لمشاهدة بعض مشاريع الشيخ عبد العزيز الشيخ سليمان بن عبد العزيز الراجحي، فلاحظت أن هنالك بعض المعوقات الصغيرة، لكن the consequences of it، يعني تداعياتها تكون أكبر على مجمل المنتج الزراعي. يعني لابد
من توفير هذه المسائل والحرص على دعم التوجه إلى جذب الاستثمار أو المستثمر الوطني والأجنبي لقطاع الزراعة، لأن الزراعة في السودان يعني كان من المفترض أن تكون سلة غذاء مش العالم العربي، العالم كله، لكن لسياسات لم تنفذ بصورة فاعلة ولتباطؤات في بعض القطاعات الزراعية نجم عنها هذا الذي نحن الآن نعاني منه في القطاع الزراعي. طيب أستاذ إمام، يعني في سريعا كده في محور أخير فيما يتعلق البنك الزراعي وتوفير مدخلات الإنتاج والوقود في ظل الضائقة المعيشية، نأمل أنه تنفرج تدريجيا، لكن أن تكون هنالك احتياجات مقدرة على حسب الاحتياج ويتم توفيرها من قبل حتى ما نتفاجأ أيضا بإنتاج قليل أو كذا، فما المطلوب أيضا في جانب الوقود في الجانب الاقتصادي؟ أيوه، في الجانب الاقتصادي ينبغي أن نولي القطاع الزراعي أولوية مهمة فيما يتعلق بالمدخلات، وأيضا مسألة الوقود لابد أن تتوفر أو ما يتوفر من وقود يذهب إلى مواقع الإنتاج وليس تلكم السيارات والشاحنات التي تملأ شوارع الخرطوم يعني ذهابا وإيابا، بل ينبغي أن يخصص مثل هذه الحصص البترولية إلى مناطق الإنتاج، لأن النتيجة إن شاء الله ستكون انفراج في هذه الضائقة والمضاغطة الاقتصادية والمالية التي يعاني منها الشعب السوداني، لم أقل بأكمله لكن بمعظمه. أيضا من الأخبار، واشنطن تتعهد بدعم الانتقالية في السودان. أكد المبعوث الأمريكي الخاص بالسودان دونالد بوث رغبة بلاده في العمل مع الحكومة، مشيرا إلى أن واشنطن ستعمل مع شركاء السودان الدوليين لمساعدة الشعب السوداني خلال الفترة الانتقالية بجانب تقديم المساعدات لدفع العملية السلمية في السودان. والتقى رئيس مجلس السيادة الانتقالي السوداني الفريق أول الركن عبد الفتاح البرهان بالقصر الجمهوري الخميس المبعوث الأمريكي الخاص للسودان دونالد بوث، يرافقه القائم بأعمال السفارة الأمريكية بالخرطوم السفير بديان شوكان بحضور وزيرة الخارجية اسماء محمد عبد الله. وبحث اللقاء أهمية بناء علاقات ثنائية مثمرة بين السوداني والولايات المتحدة الأمريكية تسهم في دعم تطلعات الشعب السوداني في التحول الديمقراطي وتساعد في إنجاح الفترة الانتقالية. نحن نبتغي من الولايات المتحدة الأمريكية بعد التغييرات التي حدثت في السودان يوم الخميس 11 من أبريل نيسان الماضي أن يكون هنالك توجها جديدا ودعما حقيقيا للسودان، لكن كل هذا الأمر لم يخرج من إطار إبداء حسن النيات تجاه السودان. ما يبشر أو من المبشرات في انفراج هذه العلائق السودانية الأمريكية، بالأمس الغريب كان هنالك بعض التصريحات المهمة المتعلقة بهذه العلائق، وهي سماح الخزانة الأمريكية أو الإدارة الأمريكية للدول الأوروبية وغيرها للتعاون مع السودان في الجانب المالي، لأنه كما تعلمان أن الحظر المالي والاقتصادي على السودان لا يقتصر على التعامل المباشر مع الولايات المتحدة الأمريكية، بل هنالك تأثيرات وتداعيات أخرى جعلت كثير من الدول سواء كانت الشقيقة أو الصديقة أن لا تتعامل بذات الأريحية التي كانت تتعامل معها قبل قانون أو قبل وضع اسم السودان في قائمة الدول الراعية للإرهاب. الآن هذا جزء من انفراج، وحديث بوس دونالد بوس المبعوث الأمريكي للسودان الجنوب السودان يبشر أيضا بأن هنالك توجها ربما يكون حقيقيا في إحداث قدر من الانفراج في العلائق السودانية الأمريكية المتعلقة بما قضايا العقوبات وغيرها.
أستاذ إمام، يعني في العام 17 و2000 تم إزالة اسم السودان الربعي من القائمة الحظر الاقتصادي، ولكن هذه القائمة عندما رفع السودان منها لا زال أيضا يعاني اقتصاديا، ولكن ننتظر أن يرفع السودان من قائمة دول الراعي الإرهاب. على صعيد العلاقات، كان دونالد ترامب قد مدد حالة الطوارئ، ولكن باستثناء إيصال المساعدات الإنسانية إلى السودان. إذا تحدثنا عن هذا اللقاء مع دونالد بوث مع الحكومة الانتقالية الجديدة، هي تظل وعودات في أدراج الولايات المتحدة أم ماذا في لعبة المصالح؟ في لعبة المصالح لابد أن تعي الحكومة ممثلة في وزارة الخارجية العمل الدؤوب فيما يتعلق بتحسين هذه العلاقة. أيضا هنالك بعض التوجهات الأمريكية التي ينبغي أن نعمل على تكثيف الجهد حولها، مثل الدعوة التي قدمت إلى دولة رئيس الوزراء الدكتور عبد الله آدم حمدوك لزيارة واشنطن، بالتأكيد هتكون إحدى أجندات تلك الزيارة رفع اسم السودان من الدول من قائمة الدول الراعية للإرهاب، لأن هذا الرفع لا يقتصر في العلائق السودانية الأمريكية وتحسينها، بل سيمتد إلى تحسين علائق مع دول أخرى، وأيضا العمل على الاستفادة من تحسين هذه العلائق في إنفاذ مشاريع المصالح المشتركة بين السودان وبين غيره من الدول في المرحلة الانتقالية. أيضا من الأخبار، الفاتيكان يرهن زيارة البابا لجوبا بتشكيل الانتقالية. أعلن الفاتيكان يوم الخميس أن زيارة البابا فرانسيس إلى جنوب السودان ممكنة إذا سمح الوضع السياسي بتشكيل حكومة وحدة وطنية، حسب ما قالت وكالة إيك الإيطالية. وأشار موقع أخبار الفاتيكان إلى أن دائرة الصحافة التابعة للكرسي الرسولي أصدر بيانا بعد لقاء البابا فرانسيس الأربعاء مع رئيس ساقفة كانتربوري جاستن ويلبي، جاء فيه أن هذه الزيارة إلى جنوب السودان يمكن أن تتم إذا ما سمح الوضع السياسي بتشكيل حكومة انتقالية تكون حكومة وحدة وطنية، وذلك خلال الأيام المئة المقبلة. أستاذ إمام، لو تحدثنا على أرض النيلين، تم الاتفاق وتكونت اللحمة ما بين الحركات المعارضة لجنوب السودان، الآن كيف تمضي عملية الانتقال لحكومة وحدة وطنية؟ كيف تمضي؟ الإجابة عليها ببطء لم يكن متوقع من قبل مراقبي الشأن السياسي في جنوب السودان داخل الجنوب وخارجه. لماذا؟ لأن كان من المفترض بعد ذاكم الاتفاق الذي تم في يوليو تموز قبل الماضي ورعته الحكومة السودانية آنذاك، كان من المفترض خلال فترة وجيزة لا تتعدى الستة أشهر يحدث ما يسمى بالنورماليزيشن، يعني الدولة تعود إلى طبيعتها متماسكة في وحدة وطنية بعد الصراعات. استطاع السودان بجهد مقدر مع غيره من الدول الأفريقية للم الشمل أو جمع الفرقاء الجنوبيين في الخرطوم، وتم الاتفاق، لكن الاتفاق هذا لم يتم إنفاذه بصورة عاجلة حتى يتسنى للدول مساعدة دولة جنوب السودان، باعتبار أن هنالك سلام شامل أفضى إلى وحدة وطنية، ومن ثم يستدعي هذا الاستقرار إلى تنمية مستدامة، ينبغي بذل جهد مقدر من المنظومات الدولية والإقليمية، إضافة إلى الدول الراعية لدولة جنوب السودان أو التي لها علائق ومصالح مشتركة. لكن مسألة النورماليزيشن هذه أخذت وقتا طويلا. الآن يتحدث الفاتيكان من خلال دائرة الصحافة التابعة للكرسي الرسولي، عندما يقول دائرة الصحافة التابعة للكرسي الرسولي يعني this is
a department of journalism or press within البابوية، مقر البابوية العليا. فلذلك هذا تصريح مهم جدا، يتحدث أن البابا على الرغم من أنه يعتزم زيارة جنوب السودان إلا أن له شرط واحد، ألا وهو أن ترسى دعائم السلام بتكوين حكومة وطنية ترمز أو تبرز هذا الذي نسميه وحدة وطنية، ومن ثم يأتي البابا لزيارة تلكم البلاد. وزيارة البابا كما نعلم هي ليست زيارة قاصرة على الجانب الديني حسب ما يتبادر إلى أذهان كثير من الناس، لكن هذه الزيارة فيها كومبينيشن بين البوليتكس والريليجيوس، يعني فيها ما يسمى بالجمع ما بين الدين والسياسة. فهذا البابا إذا دار الجنوب ونفذت شروطه واشتراطاته قد يساهم إسهاما فاعلا في دفع كثير من الدول من بينها الولايات المتحدة الأمريكية وأوروبا إلى دعم جنوب السودان وتحقيق إرساء سلام حقيقي بتنمية مستدامة. طيب على ذكر إمكانية مساعدة البابا يعني في تنمية جنوب السودان في حال إلا الاستثناء، في حال تم تكوين حكومة وحدة وطنية. ذكرت في بداية الحديث على أنه الأمر يسير ببطء شديد في تنفيذ هذه العملية، هل هذا التصريح وهذا الاستثناء يجعل حكومة جنوب السودان أن تسرع في تكوين هذه الحكومة في عجل ما تمكن؟ نعم، حكومة السودان على الرغم من جمع الخطوم للفرقاء الجنوبيين، لكن تلاحظ لكثير من مراقبي الشأن السياسي السوداني والجنوبي أن الفرقاء الجنوبيين ليست بينهم صغة متوافرة تجعل إنفاذ مثل هذه الاتفاقات تمضي بوتيرة سريعة، لأن عدم الصغة من الجانبين، من جانب الحكومة ليست لديها صغة في المعارضة، والعكس تماما المعارضة ليست لديها صغة في الحكومة. لكن حديث البابا هذا قد يدفع الجانبين إلى ضرورة التعامل حتى ولو بحذر مع بعض، والاستعجال مسألة تكوين حكومة الوحدة الوطنية. لنا إلى خبر آخر، من خلال شبكة الشروق لجنة وزارية تتفقد مواقف المواصلات بالخطوط. قامت اللجنة الوزارية لدراسة موقف المواصلات العامة يوم الخميس بزيارة لمواقف المواصلات بمحليتي أم درمان والخرطوم بحري، وذلك في إطار جهود اللجنة المستمرة لإيجاد حلول عاجلة وجذرية لأزمة مواصلات ولاية الخرطوم. وتعرفت اللجنة خلال جولاتها الميدانية على هموم المواطنين ومشاكلهم ورؤيتهم لأسباب أزمة المواصلات بولاية الخرطوم، والتي تلخصت في الغياب الواضح للمركبات العامة خاصة أثناء ساعات الذروة، إضافة إلى سوء تنظيم المواقف العامة وصعوبة دخول وخروج المركبات العامة. من جهة أخرى، عقدت اللجنة اجتماعات مشتركة بمباني محليتي أم درمان والخرطوم بحري مع المسؤولين بالمحليتين، ناقشت تنظيم مواقف المواصلات، ووجهت اللجنة الوزارية بضرورة تكثيف جهود المحليات في تنظيم المواقف في ولاية الخرطوم. طيب أستاذ إمام، يعني هالسؤال هو عدم تنظيم مواقف ولا مع وضوح غياب تام للمواقف وأزمة استمرت لشهور؟ نعم، أحسب أن قناة الشروق كانت سباقة بالأمس في بث تقرير ميداني مفصل عن أزمة المواصلات. الجميل في ذاكم التقرير هو لقاء بعدد من المواطنين الذين يعني ينتشرون في كثير من مواقف الباصات والحافلات، وتحدثوا عن هذه المعاناة. أولا، ندرة المواصلات خاصة في ساعات الذروة نهارا أو ليلا. الأمر الثاني والخطير الذي ينبغي
للجهات المسؤولة أن تتدارسه وتعمل بأسرع ما يمكن لمعالجته، وهي أن حتى تلكم الباصات والحافلات التي تعمل في الخط المخصص لها لا تذهب إلى نقطة النهاية. يعني مثلا أحدهم تحدث أنه إذا تحرك ركب مركبة عامة من الكلاكلة إلى الخرطوم لن يجد نفسه انتهى بالخرطوم بالمحطة الأخيرة، الشجرة أو أي موقع في الطريق يغيف البص أو الحافلة ينزل لكي يستغل حافلة أو بص آخر بتذكرة أخرى. يعني هذه فيها قدر من عذابات لهؤلاء المواطنين. فأحسب أن والي ولاية الخرطوم مهتم بهذا الأمر، لذلك سارع في تكوين لجنة لبحث هذا الأمر ومعالجته. وأيضا بالأمس الغريب كان له مؤتمر صحفيا تحدث فيه عن هذه الأزمة. هذه أزمة ماشلة للعيان، لا يمكن أن ندعي أن هنالك جهة ما هي التي تسببت في هذه الأزمة، أي جهة ما يعرف بمنظومة معارضة للحكومة أو غير ذلك. هذه جهة معينة ينبغي أن تعالج هذا الأمر، وهي إدارة المواصلات في ولاية الخرطوم، لا بد أن تبحث بكيفية المعالجة. طيب، هناك مثال آخر. نتيجة لعدم الرغبة اللصيقة لمسارات هذه الحافلات والباصات أي المركبات العامة عموما، زيادة أسعار التذكرة أو التعريفة صارت ليس الجهات الحكومية التي تحدد ذلك أو الجهات المختصة، يحددها سائق المركبة هو بنفسه. يعني ممكن تركب مركبة عامة بخمسة جنيه في حتة، وفي مكان آخر تجدها بعشر جنيه، وفي مكان غير بعشر. حتى أحدهم تحدث في تقرير الشروق بالأمس أن التذاكر ليلا أحيانا تصل لثلاثين أو خمسين جنيه، بمعنى كأنك ما يعني وأنت مجبر على أن تركب، وأنت مجبر لكي تصل إلى أيضاً مكان عملك أو مكان سكنك. فهذا الأمر ينبغي أن يشغل دائرة اهتمام ولاية الخرطوم بدءا من الوالي وانتهاءا بالجهة المنظمة لمسارات المواصلات العامة في الخرطوم بمدنها ومحلياتها السبع. نعم، مراقبة السائقين أيضا عشان ما يكون في استقلال للمواطن. نعم، يعني نعم، باعتبار انه وأيضا بالقانون معاقبة هؤلاء الذين يتسببون في مثل هذه الأزمات المفتعلة. أستاذ إمام، يعني أمس تقريبا كان هنالك تصريح من وزير الثقافة والإعلام، الجانب الأول تعلق بوصول الباصات والمركبات من قطر ومن السعودية، قال حتى هذه المركبات هي قديمة تحتاج أيضا لصيانة، ربط بجانب القطار الذي سوف يمر من الخرطوم إلى الكلاكلة هذا أو من بحري إلا. إلى جيل هذا الطريق جيد، لكن الطريق من الخرطوم إلى الكلاكلة مرورا يحتاج لبناء مصطبات، يحتاج لبناء غرف على الطريق. فأيضا وصول هذه الباصات والقطار السريع إمكانية إسهامه أيضا في حل هذه الضائقة. أولا ضائقة المواصلات، ينبغي الإشارة إلى أن هناك مشكلة أحسبها مشكلة فيها قدر من الاستدامة، ألا وهي عندما نفكر في معالجة أزمة المواصلات في أي العهود شئت، التفكير يذهب إلى أن نأتي بباصات وحافلات مستخدمة في بعض دول الخليج بأعداد هائلة، لكن ما أن تأتي إلى السودان إلى أن تشاهد أعداد كبيرة منها معطلة. فلذلك بدلا من أن نأتي بخمسمية أو سبعمية مركبة مستخدمة، نأتي بسلسمية مركبة حديثة تبدأ بداية من زيرو من صفر،
من السودان تساعد في الأمر. يعني الآن أذكر في إحدى المرات ذهبنا في العهد السابق إلى مكان في الكلاكلة تشاهد باصات يعني إلى منتهى مرء العين، يعني باصات ما بال هذه الباصات واقفة هنا معطلة. طيب من البداية لابد أن نراقب هذا الشراء، يعني مشترياتنا ينبغي أن تكون وفقا لاشتراطات وشرائط محددة لكي نأتي بباصات فاعلة تستطيع أن تحلحل جزء من هذه الأزمة المستدامة. وحتى هذه المبالغ الطائلة اللي بتحول الباصات استخدامها في البنية التحتية، يعني تغيير البنية التحتية وتعديلها. بالضبط زي ما أشارت لينا، يعني لابد أن نساهم أيضا كدولة في تقديم بعض المعالجات للبنية التحتية مثل الشوارع. يعني الشوارع ذاتها هي سبب من أسباب هذه الأزمة، لأنه كثيرا ما تعطل هذه الباصات والحافلات والمركبات العامة بسبب هذه الشوارع. إلى خبر أخير من خلال شبكة الشروق نت، الإعلان عن انسحاب عضوي من زيرو فساد. أعلن كل من دكتور معتصم طه محمد أحمد مدير الإدارة القانونية لمنظومة زيرو فساد وجمال الدين أحمد سوسل نائب مدير الإدارة القانونية انسحابهما من المنظومة، معلنين أنهما في محراب العدالة، ستظل سهامهما موجهة على كل باغ على حرمات ومكتسبات الوطن إلى أن يتعافى داع عضال نخر عظمة زهاء 30 عاما. وقال معتصم بحسب وكالة السودان للأنباء سونا: إننا رأينا أن نطلق السهام في مواجهة الذين أفسدوا في حق الوطن والمواطن، وأنه من منظور قانوني وفقا لطبيعة العمل واشتغالهم بالمحاماة مع مجموعة من الزملاء وأعضاء المجموعة، تكللت خطواتهم بفتح بلاغات لمعظم رموز النظام البائد وخاصة ما يسمى بالصف الأول والثاني. وأشار إلى أن عدد البلاغات المغيدة وبإشراف قانوني أمام النيابات المختصة والمتخصصة بلغ 300 بلاغ، منوها لاكتمال الإجراءات الأولية فيها بواسطة النيابة، حجز الأموال، حظر المتهمين من السفر وقبض البعض. تعليقك على هذا الخبر؟ تعليقي على هذا الخبر، منظومة زيرو فساد الهدف منها هدف سامي، ألا وهو مساعدة المنظومات العدلية في محاربة الفساد والمفسدين، لكنها في آخر المطاف بدأ تهتم كثيرا بالبروز الإعلامي، مما شكك في مصداقية هذه المنظومة أو عدد من هذه المنظومة. جمعتني جلسة مع الأخ نادر وهو رئيس نادر الطيب وهو رئيس هذه المنظومة، فمن الإشارات التي تحدثنا حولها أن مسائل العدالة أحيانا لا بد أن يحرص الذي يسعى لتحقيق هذه العدالة أن لا يلقي بالاتهامات جزافة، لا بد أن يتحرى قبل أن يعلن. لكن التواصل مع الإعلام في حد ذاته جزء أساسي في هذه المحاربة، لأنه قد لا يرعوا هؤلاء المفسدون من البروسيس بتاع العدالة سواء كان نيابة، ولكن عندما يعلموا بأن هنالك إعلام مصاحب لهذه الحملات الإنسان بطبيعة الحال يحرص حتى ولو كان في قرارة نفسه يعلم علم اليقين أنه فاسد أو مفسد، يحرص في جانب الستر، والستر ستران، يعني مثلا ستر مأمورين به يعني أن نستر، وستر مأمورين بأن نكشف ذاكم الستر. فهذا الذي تعمله زيرو فساد من باب فقه كشف عورات هؤلاء الفاسدين والمفسدين، لكن بطريقة ينبغي أن تراعى فيها الجوانب العدلية. الأخ نادر علمت أنه
يأتي من خلفية شرطية، والشرطة أيضا لها أيضا في هذا الجانب موضوع الحرص على عدم اتهام الناس جزافا، جزء أساسي في منظومة المنظومة الشرطية، إضافة إلى قانونيين، وبالطبع القانونيين يحرصوا أيما حرص أن لا يدينوا شخص غير هناك تهمة حقيقية تسبب له هذه الإدانة. في العموم هذه المنظومة وجدت مساحة واسعة في الوسائط الصحفية والإعلامية التقليدية والحديثة، لكن كما أشرت ظلال هذا التعامل مع الوسائط الصحفية والإعلامية خاصة من رئيسها جعل البعض تحدث في نفسه بعض الاهتزازات والاضطرابات على حقيقة مسارات هذه المنظومة. وكما أشار الخبر إلى استغالة اثنين منهما أو من هذه المنظومة، قد أتوقع مزيد من استقالات، لأن الأمر أصبح البحث عن إضاءات في غير ذات ضرورة حول قضايا الفساد بصورة عامة دون التحديد، جزء في من أعمال هذه المنظومة. وهذه المنظومة لمعلومية المشاهد والمشاهدة أنهم لا يعملون من فراغ، لكن هنالك أناس في منظومات عدلية وشرطية يدعمون هؤلاء الشباب الذين يقومون بهذا العمل من خلال ما يتيسر لديهم من وثائق ومعلومات، يعني عندهم وثائق ومعلومات غزيرة جدا، فحرصت أن أعرف كيف تحصلوا عليها، فتوصلت إلى أن بعض الجهات والمنظومات العدلية العاملة داخل الدولة تساهم أيضا في مساعدتهم بمدهم ببعض هذه الوثائق وهذه المستندات. لكن من الضرورة أن تفهم هذه المنظومة أنها تساعد العملية العدلية في مساراتها، لكن لا ينبغي أن تصرح بأن مثلا حمزة أو لينا ممنوع من السفر. هذا ليس من اختصاص هذه الجهات الطوعية التي تعمل يعني ضمن المنظومات المدنية، هي عليها أن تقدم ما لها من دلائل ومستندات ووثائق إلى الجهات، لكن لا تصرح وتحدد بالاسم، فهذا خطر يعني أن تكون جهة غير الجهات المنصوص عليها دستورا وقانونا بأنها هي المنظومات العدلية التي تباشر المعاملات العدلية ما بين هذه الجهات وجمهور الشعب. نعم. السودان. احنا شاكرين لك كثير جدا استاذ امام محمد امام، الكاتب الصحفي والمحلل السياسي واستاذ الاعلام بجامعه العلوم الطبيه والتكنولوجيا، على هذه المساحه التحليليه لهم الاخبار على موقع شروق نت. شكرا جزيلا. وانا لكم من الشاكرين، ولمشاهديكما داخل السودان وخارج السودان نقول لهم جمعه طيبه مباركه.